حجر ابن عدي هذا رجل عظيم، لما جاءه الجلاد ليضرب عنقه قال أنت أم ولدك هذا همام عمره 20 سنة؟ حجر قال ابدأ بولدي. قال له الجلاد أنت خفت من الموت؟ سكت حجر. قال إذا تبرأ ولدك من أبي تراب فلا نضرب عنقه. حجر قال أبي؟ قال اسمع، ولدي لا يتبرأ من أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، لأن البراءة من علي معناها بوابة جهنم تنفتح للإنسان، لا شيء لا شيء يحجزك عن النار إلا ولاية علي بن أبي طالب سلام الله. بارك الله فيك. اسمع القصة وين. قدم همام ضرب عنقه. حجر قال الآن أكلمك، أنا قدمت ولدي لأن ولدي شاب وله شرخ الشباب ويحب الحياة، يمكن إذا رأى السيف يهوي على عنقي ينكمش عن ولاية علي، فأردت أن أراه ملطخا مخضبا بدماء الولاية، بدماء حب علي بن أبي طالب، حتى أنا بعدين أذهب إلى ربي مرتاح. لكن أيها الجلادون إذا ضربتم عنقي، حجر بن عدي يقول فلا تفك هذه الأغلال والحديد عني، أني أريد أن ألتقي معاوية وألتقي به أمام الله على هذه الهيئة والمحجة. شوف هناك وقتل حجر. فالتشيع وصل إليكم من خلال هذه الدماء الطاهرة، من خلال كفي أبي الفضل العباس التي يقول والله انقطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. التشيع وصل إليكم أحبتي من خلال طفلة يتيمة قبلت أباها وماتت على رأسه في الشام، وهي السيدة رقية. التشيع وصل إليكم من خلال بطلة كربلاء زينب، كانت مربطة بالحبال من الشام، من الكوفة إلى الشام تهدى.